صباح الخير. تتذكروا قلنا انه بلبنان في 16 طائفة، بس في طائفة 17 اسمها جليجي، فيها من كل الطوائف. هلا اكتشفت كمان طائفة 18 اسمهم ازلام الزعيم. هونيك الكونفرسيشن برو، هونيك الاخذ والعطاء، هونيك التفكير. رتسي خي، انا قاعد عم بحكي مع زلم الزعيم زاد زاد تسميه، تجي بتقول له خيي ليك نحنا ثورة كلهم، يعني كلهم شو بجاوبك؟ طيب اذا مش كلهم يعني كلهم، ازلام هالزعيم رح تقولوا يي اذا انت عم دافع عن زعيمك انا رح دافع عن زعيمك، خلينا نمشي فيهم 128 نايب. تجاوب طيب هيدي ثورة او حزب ضد حزب؟ اذا حزب ضد حزب ينزلوا ضد بعض، او ثورة يعني الكل كانوا بالحكومة كلهم بالحكومة من شلناهم وهلأ حم المجلس نيابة 128 خلينا نشيلهم كلهم، شو الجواب؟ طب يا خيي القديسين ماتوا وعم بيقولوا ارحمنا يا رب انا عبدك الخاطئ، في انسان على وجه الارض زعيم او انسان عادي معتر مثلي ما بيغلط؟ طب كيف بدنا ناخذ ونعطي؟ طب خي اذا نزل بضيعتك هيك شاب او صبيه هول بيزرعوا شجر او بيشجعوا الرياضه ما بتنتخبهم؟ مثل ما شفتوا شباب، هذا الاخذ والعطا دائما عم بيصير معنا لنقدر نبني بلد جديد. بقى هذه طائفة 18 هذا اصعب وحدة، يعني جيل جي بعدني بحملهم اكثر من هول، ما في اخذ وعطا معهم، نو واي.